خلونا نروح لإلقاء بعض الحجارة في بحر العلاقات الراكدة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطات الاحتلال الصهيوني. للأسف الشديد في بدأ كلام فيما يتعلق بما هو معروف باسم التنسيق الأمني إذا صح التعبير. هو كان توقف الحقيقة احتجاجا من قبل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن على ما جرى في القدس من بعد 14 يوليو بعد الثورة المقدسية العظيمة الشريفة. ووقتها لو تتذكروا، أتمنى ما يكونش الموضوع غايب عن ذهنكم ولا نسيتوه، إزاي سلطات الكيان الصهيوني المحتل نصبت البوابات الإلكترونية والكاميرات بتاعت المراقبة عند مداخل المسجد الأقصى والتفتيش الذاتي واقتلعوا الأشجار ودنسوا المسجد وهكذا. وللأسف الشديد هم مستمرين في هذه المآسي، ولكن خفت حدة أو وطأت ما يفعله الكيان الصهيوني المحتل. هرجع أقول أولا بسبب الثورة المقدسية العظيمة. النهاردة بيكشف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن شروط السلطة الفلسطينية، وده جيد، كلمة شروط السلطة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع حكومة تل أبيب، وبيؤكد وجود محاولات صهيونية للتواصل مع رام الله من أجل استئناف التنسيق، وهم اللي عاوزين يستأنفوا التنسيق. فإحنا هنا كنا بنتكلم لو تتذكروا على إيه، بنتكلم على وجود كارت ضغط قوي على سلطة الاحتلال. هذا الكارت القوي كان ثورة المقدسيين، كان ثورة القدس المحتلة. نقلت وكالة معا عن السيد محمود الهباش مستشار الرئيس وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين أن القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت أو إذا كان الكيان الصهيوني معني بذلك، شريطة أي بشرط الالتزام بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات اللي تم توقيعها ما بين الطرفين من خلال عدة نقاط، من بينها 1 المناطق المصنفة ألف وحسب اتفاقية أوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل، وأنه تكون مراكز السلطة ليها حماية قانونية ودولية ووقف تدخل الكيان الصهيوني في هذه المناطق. ده 1. 2 ضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيد أو شرط، كلام حلو. 3 دي شروط فلسطين. 3 الالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر. طيب الكلام ده علشان السلطة الفلسطينية تقدر تقوله بقلب، ده معناه ايه؟ معناه ان انا في مرحلة واضح على ما يبدو هي عودة التماسك في الداخل الفلسطيني، عودة رأب او لو بالاصح نرجع نقول رأب الصدوع ما بين الخلافات الفتحوية والخلافات الفتحوية الحمساوية. فكرة رأب الصدوع وعودة التماسك للداخل هي اللي تخلي شروط حكومة الرئيس محمود عباس أبو مازن تقدر تحط شروط واقعة، وتقدر تقول أيوة احنا طبعا بندعم ثورة الفلسطينيين في القدس، طبعا احنا لينا شروط، طبعا انتوا اللي عاوزين ان احنا نعيد التنسيق الأمني، وبالتالي اسمعوا كلام الشروط. بيشدد الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس محمود عباس أبو مازن على انه احترام الاتفاقيات يجب ان يكون متبادلا، ونفى وجود أي جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني مع تل أبيب. بيأكد مصدر مطلع لوكالة معا أنه رئيس محمود عباس أبو مازن بيشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سنة 2000، قبل ما يعود التنسيق الأمني. ارجع بيا قبل سنة 2000 وبعدين هنتكلم في التنسيق الأمني. وبيضيف أن القيادة الفلسطينية هترفض أي تنسيق أمني تطلبه أو يطلبوا الكيان الصهيوني المحتل إلا إذا تراجعت عن اعتداءاتها اليومية على مناطق السلطة والمناطق والمدن والمخيمات، وكفت عن استمرار إطلاق النار واستخدام المستعربين والاقتحامات واختطاف المسؤولين ونواب البرلمان واعتقال الأطفال. ده كلام مهم، دي شروط مهمة، ده كلام يجب الالتفات إليه، ويجب على الدول العربية أنها تحمي ظهر أبو مازن. كل الأنظمة العربية احموا ظهر أبو مازن في دي، كفانا تراخيا، كفانا تركا للفلسطينيين.